باي ولا نحكي لك المبالغه عيب. الاسوام غاليه 2000 و2500 و3000 بشي طنطا. هو في ناس والله ما عندها ما تاكل، في ناس والله ما خلصت، ناس تعبه 1500 و2000 دينار و3000 وجايبين سعي من برا وما يكفيش. كان الاسعار هيك الناس ما تعيدش، ومصارف ما فيش وفلوس ما فيش، وان شاء الله ربي يصلح الحال. غاليه شويه الحقيقه، يعني الاسعار من 900 ل 2100، يعني وين المواطن وين بيقدرها بالله وين بيقدرها؟ خاصة اللي معاشه هذا في 700 و600 و800 وين بيقدرها؟ هذا تعرف يديروا له يعني شهرين ينزلوا له شهرين وان شاء الله الحال يلايب. الحقيقة يعني اسعار غالية كثير يعني الحقيقة. ان شاء الله ربي يساعد الناس، يعني مسكين تو هذا الانسان البسيط هذا وين بيقدرها؟ ما عادش يقدرها الضحية، الوطني ما عادش يقدرها، يجي للاسباني وخلاص. الاسباني حتى هو الاسباني ما تشوف من 650 ل 750، يعني اسعار حقيقه يعني غاليه حقيقه، يعني مواطن ما يقدرش عليها. بلادي الا غاليه الصراحه في جوه في الناس والله. دي في جوه والله. الصراحه لا يصدق انا. يعني بالله يخرب ب 27 و28 بيلقاها الناس مثلا، لا سيوله لا في فلوس ولا الصراحه. لا الحل كان ما تنزلش الحكومة تجيب السعي من برا، ممكن تخفف شوية الأسعار، لكن بالطريقة هذه الصراحة الناس أكثرتها مش حتضحي والله. لكن لما تجي للسعر، السعر كبير، لأنه خروف صنع عشان نوكله عشان داله عشان كذا. وين دور المسؤولين؟ وين دور الدولة؟ واكلة بعضها يا أولادي، ولكن ربي رحيم ورحمته واسعة، اللي رحمنا وقدرنا نوقفوا عليها الاسعار وقدرنا والله الشعب ان شاء الله ربي يهدي المسؤولين ويشوفوا الشعب التعب هذاي ويشوفوا الامور البلاد كيف رايحه في وادي مش حتى في جبل ولا مش عارف نقول لك المضبوط ان شاء الله ربي يفرج علينا وخلاص. هذا ما نقول لك اللي هو ضعيف ما لحق على شيء، راه اللي هو ضعيف مسكين راقد ريح هذا ما لحق على شيء والله. كان ما ربي يلطب به الحق. والسلام عليكم.